السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة أنا بركاني أينما وجدوا، داخل الوطن وخارج الوطن كما العادة، عطلة سعيدة للجميع. نتمنى لكم أوقات جميلة في بلادكم، وإن شاء الله تكونوا قضيتوا اللي يعني اللي انتهت العطلة نتاعو. نتمنى لهم العودة موفقة إلى الديار المهجر، واللي يبقى نقولوا تمتعوا هذه العطلة، ولو أن حرارة مفيدة ولكن ماشي مشكل. وغيبنا شوية لأسباب السفر والعطلة، وكذلك يعني الريزو كما كيقولوا ماشي في المستوى العالي. أنا اليوم نديرو معكم واحد دردشة خفيفة وقصيرة على بعض الأحداث الرياضية، يعني فيما يخصنا بركان، وكذلك دوري جالية، دوري الرقادة ان شاء الله اللي غادي نترقيو. فيما يخص يعني اخر الاخبار، ان فريق نهضة بركان يعني ايبينغي بصفة رسمية يعني يغادر فريق نهضة بركان، بعض يعني بعض اللاعبين كذلك اللي غادروا فريق نهضة بركان، امثال الناجي اللي صراحة كان عنده رسالة وداع للجماهير البركانية ولادارة بركان ولجميع مكونات الفريق. بكل صراحة هذا كان نحب اللاعبين، اعتراف بالجميل قال لولا يعني فريق نهضة بركان هو اللي صنع اسم العربي الناجي. نتمنى له كمية التوفيق في فريق الجيش الملكي، وكذلك السي محمد عزيز والسي النمساوي ممكن غادي يلتحقوا او التحقوا بفريق التوارقة. وهناك اخبار كثيرة يعني الوافدين الجدد اللي مازال يعني ما كانش شي حاجة رسمية، لهذا ما بغيناش نتكلموا، إلا ما كانش شي حاجة رسمية ما نتكلموش فيها. تعرفوا انتقالات دائما كتكون مزايدات، ولهذا فريق نهضة بركان اعتقد كيكون دائما كيخدم في السر حتى ما يبقاش يعني اللاعب اللي غادي يقدروا يستخدموه يصبح في كذلك بعض الفرق اخرى تعطي اكثر. ولهذا نتمنوا من هذا الاسبوع نسمعوا الشيء الكثير على فريق نهضة بركان وانتدابات فريق نهضة بركان، وهناك لاعبين وزينين على اخر الاخبار. وكذلك فريق نهضة بركان ما فيه بالدور الاول في الاتحاد الافريقي، يعني هناك من كان يشكك ان فريق نهضة بركان لا يشارك في الاتحاد الافريقي، بحيث الفائز بالاتحاد الافريقي ما كيكونش مخول له. ولهذا اليوم تاكد بالملموس ان فريق نهضة بركان موجود الى جانب فريق الجيش الملكي. الجيش الملكي غادي ياخذ اي يعني ياخذ الدور الاول، ولكن فريق نهضة بركان ما فيه بحيث انه هو الفائز. هذا هو اللي فيما يخص نهضة بركان، وان شاء الله تكون انتدابات وزينه ونسمع اخبار جيده في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. ممكن كذلك السوبر كوب اللي غادي تلعب الافريقي في 10 من الشهر القادم سبتمبر، نتمنى يعني اخر الاخبار يعني ماشي رسميه، ولكن ممكن تكون هذا العرس الرياضي يكون في العيون. ولهذا هذا كنعرف بها اول من نادى بهذا ان هذا السوبر يتلعب في العيون، واذا تحقق ذلك سيكون السبق لفائز قناه انا بركان وعبد ربي. هذه من يعني فيما يخص فريق نهضة بركان. وكاين يعني بعض اللاعبين المغاربه اللي محترفين يعني كيتالقوا الان في بعض البطولات الاوروبيه، وان شاء الله يكونوا جاهزين في اخر وقت ممكن باش يكونوا في كاس العالم في اعلى مستوى. كما قلت لكم سينطلق يوم الغد الدوري الجالي المنظم من طرف جمعية أفاق الشباب عين الرقادة مع المجلس الجامعي لعين الرقادة. برنامج يوم يعني يوم الاثنين 8/8/2022، كاين قدماء لاعبي نهضة بركان ضد قدماء لاعبي الاتحاد الرياضي زيو على الساعة 5:30. المقابلة الثانية اللي غادي تنطلق بين قدماء لاعبي نهضة بركان بالخارج ضد قدماء لاعبي نهضة وجدة في 7 مساء. يوم 9/8/22 جمعية منخرطي أفاق الشباب عين الرقادة غادي يواجهوا قدماء لاعبي حسنية لازاي على الساعة 5:30. كذلك المقابلة الثانية غادي تقود يعني تكون قدماء لاعبي الاتحاد الإسلامي الوجدي ضد فريق جمعية الوفاء، والمقابلة ستنطلق على الساعة 7. وممكن هذه المقابلة اللي غادي ينطلقوا في الساعة 7
غادي يكونوا يمكن الشوط الثاني تحت الاضواء الكاشفه. وبهذه المناسبه يعني هذا الدوري الجاليه في الحقيقه اللي كيجمع وجوه رياضيه كبيره وكان كيكون فيها صله رحم بين الجاليه وبين اللاعبين القدامى، ويعني وكتكون واحد يكون عرس رياضي جميل، والفائز كما قلنا لكم يعني غادي يكون يعني هي صله رحم والروح الرياضيه. ومرحبا بجميع يعني الفرق المشاركه الثمانيه، ومرحبا بجميع يعني الاخوان اللي غادي يجيو يعني الرقاده باش يشاهدوا معنا هذا الدوري اللي الدوري اعتقد الان يعني هو في الدوره الخامسه مع التوقف لمده سنتين لاسباب يعني كما يعلم الجميع كورونا، والحمد لله الامور رجعت الى مجاريها والدوري الان سيستانف يعني دوراته. ومرحبا بالجميع وتحيه لكم، وسنسحوا يعني على الغياب وان شاء الله سنكون معكم واخا غادي فيديو قصار ويوميات على هذا يعني جالي على الدوري الجاليه بعين الرقاده. شكرا شكرا ونلتقي.